مباراة كبيرة ملهاش حسابات ملهاش توقعات. قبل المباراة كان كل الناس بتتكلم نتيجة المباراة هتكون كام، الأهلي هيعمل إيه، الزمالك هيعمل إيه، ولكن تفاجأنا النهاردة بأداء كبير للنادي الأهلي، نتيجة كبيرة على نادي الزمالك بالتأكيد. كلمنا عن المباراة ورؤيتك ليه. الحمد لله طبعا يعني مباراة زي ما انت قلت يعني مباراة كبيرة في بداية الاسبوع او بداية الدوري. خلي بالك لحد دلوقتي انت في الاسبوع الثالث، يعني ما اعتقدش ان انت يعني ممكن بنسبة كبيرة تكون وصلت لاحسن توليفة واحسن تشكيلة، لكن لسه اعتقد مع مرور الايام والخبرات اللي احنا اكتسبناها بيقول ان مع الايام ممكن تلاقي اخر الموسم مثلا ولا حاجة تشكيلة مختلفة عن اللي بدأت بيها او تغيير فيها في عنصر او اتنين يعني، لكن طبعا ممكن تكون وصلت ل 90% من التشكيلة الاساسية. ممكن مع مرور الوقت تبقى عندك التغييرات الاحسن، عندك التغييرات المناسبة او تتناسب مع كل مباراه، كل ده انت في اطار الدراسه لحد دلوقتي. يعني القرعه جابت اللقاء القمه في بدايته، لكن الحمد لله رب العالمين يعني التناول معاه والتعامل معاه كان كويس، ما نسقناش تحت اي تصريحات. يعني كارترون الراجل كان حابب ينايمنا في بتصريحاته، لكن اعتقد ان احنا خسرتنا للدوري مع بدايه دوري جديد تخلينا ناخد برميل قهوه قد كده يعني عشان نبقى فايقين وصحيين. يعني الحمد لله طبعا كان ممكن المباراه تزيد اكتر من كده، لكن اعتقد يعني الدافع في البنالتي ما اعرفش هو صح ولا غلط، الاثنين بتوع الاهلي مليار في المية صح، لكن الحمد لله على كل شيء يعني. فنقفل الصفحه ديت بقى عشان انت لسه في بدايه المشوار، يعني هتبني عليها، يعني مباراه تبني عليها. بس اكيد عامل نفسي كبير جدا جيد للاعبي النادي الاهلي، وايضا شايفين صفقات الاهلي يعني عامله شغل كبير جدا في تجانس وانسجام بين اللاعبين، برغم زي ما حضرتك ذكرت فتره صغيره في الدوري، ولكن شفنا النهارده اداؤه في خطه بينه ولعب. طبعا وده طبيعي يعني انت باني، بس يعني التشكيله العنصر الوحيد اللي كان بادئ السنه النهارده في بدايه الماتش هو بيرستاو بس، اللي كان الباقي كله العشرة التانيين كلهم موجودين من الموسم اللي فات. يعني زي ما قلت لك انت لسه في بدايه الموسم، يعني فوضع طبيعي جدا ان انت هتبدا تغير وتبدا تبدل وتبدا تفكر وتبدا تغير في شويه حاجات لحد ما توصل لاحسن حاجه. يعني البدايه كانت كويسه، كان يهمنا جدا ان احنا نكسب النهارده ما نخسرش، كان يهمنا ان احنا نحافظ على 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 سلسله الانتصارات اللي انت ماشيها، كان يهمنا تاريخيا حتى ان احنا نفضل محافظين على سجلنا بدون هزائم في الدور الاول مع فرقه كبيره بحجم نادي الزمالك 18 سنه في الدور الاول، كان يهمنا كل العوامل ديت. لكن في النهايه كل ده في بدايه الدوري، لسه بدري جدا 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 جدا. طبعا انا متاكد ان جمهور مصر كله استمتع بالمباراه زي ديت، يعني ما اعتقدش ابدا ان في مثلا من 50 سنه ولا حاجه، ما اعتقدش يعني مش محضر دلوقتي عشان ما ابقاش بقول حاجه غلط، يعني ما فيش مباراه قمه انتهت بثمان اهداف، يعني 5-3 انت بتتكلم على 8 اهداف، فاعتقد ان استمتاع ما بعده استمتاع. يعني شفنا النهارده الجمهور وتاثيره في الملعب والهتاف اللي كان موجود متواصل على مدار ال 90 دقيقه، اكيد ادى حافز ودافع كبير جدا للاعبين ايضا. طبعا انت بتتكلم على جمهور النادي الاهلي وبتتكلم على جمهور الكوره بشكل عام، يعني اعتقد لو ان شاء الله الرحمن خطوه كويسه برضو مع رابطه الانديه اللي عملتها، وان شاء الله الرحمن يبقى برضو تبني عليها، يعني ناخد خطوه تانية اوسع، لكن بشكرهم عليها الصراحه. يعني روح المباراه وحلاوتها بتبقى في الجمهور. يعني النادي الاهلي طبعا الموسم ده هيكون عنده مشقه كبيره جدا مع جمهوره اللي بيطلب منه بطولات عديده بالتاكيد، واهمها بطوله الدوري اللي يعني ضاعت من الاهلي الموسم السابق. شايفين الاجواء ازاي ومسيره الاهلي على مدار مشوار طويل هتكون ازاي؟ يا رب بس نكون اتعلمنا الدرس، لان مهم جدا في الحياه عامه مش في الكوره بس، ان انت لما تعدي حاجه تبقى استفدت منها سواء مكسب او خساره. السنه اللي فاتت فقدنا نقاط كتيره مع احترام الفرق، يعني كانت ممكن انها تبقى في المتناول، يعني فنبني عليها زي ما قلت. يعني مش عايزين برضو يعني نغامر في الفرحه قوي، لان انت في بدايه الدوري، هي مش مباراه نهائي كاس ولا مباراه نهائي افريقيا ولا نهائي بطوله في ذاتها، يعني مش سوبر يعني، ولا هي مباراه في اطار الدوري مع فرقه كبيره طبعا نادي الزمالك، لكن انا شايف ان في فرق كتيره السنه دي بتادي بشكل كويس، بيراميدز بيادي بشكل كويس، يعني فيوتشر بيادي بشكل كويس، عندك كمان في سموحه وفي المصري في الاتحاد وفي مجموعه حتى المحله، والله المحله عنده سبع نقط النهارده، يعني بيكسب ام بي 3-0 وبيتعادل مع المصري وبيكسب شارع الدخان، عنده سبع نقط. يعني فانت بتتكلم مشوار دوري شكله اتغير عن السنين اللي فاتت، يعني الموضوع ما بيبقاش منحصر ان انت تكسب مباراه فتاخد الدوري، لا لازم كل مباراه بنفس التركيز بنفس الاهتمام بنفس المسؤوليه. يعني كابتن اخيرا تقول ايه للاعبي نادي الزمالك النهارده بعد الفوز على الزمالك بـ5 اهداف؟ لا مش عايز يعني انا يعني كلامي كله بيتفهم غلط، فخلينا في الاهلي بس.